أول شيء لازم نستعيده قبل أن نستعيده للمديات هي أن نستعيد القيم نتاعنا اللي أسست إلى الانطلاقة نتاع نوفمبر وصلتنا 62 ثم انحرف بنا أو انحرف بنا المسار. احنا بعيد عن الايديولوجيات، هذا الشيء اللي رانا نقولوا فيه مش قضيه نتاع اننا نثير ايديولوجيات، هذا ما يجب ان نكون عليه، ولكننا سنهتم ايضا بالبحث عن الاساليب الانجع، لان المشكل نتاعنا احنا مش مشكل قوانين. انا طول حياتي عقبتهم في الاداره ونعرف بان القوانين متكامله لا باس بها. وين العيب نتاعنا؟ العيب نتاعنا في ثلمتان، الثلمه الاولى وهي عدم القدرة على التنفيذ تاع النصوص أو الانحراف بها، انحراف غير أخلاقي. العيب الثاني أننا لم نكون إطارات بالكفاءة التي يمكن لهم ابتداع الطرائق والأساليب الأنجع حتى يلبوا حاجة المواطن.